أعتقد أن الرئيس ماكرون استطاع الخروج من ثوب ماري أنطوانيت وتحول إلى رجل دولة. ما قام به هو تفكيك الأزمة كما تلاحظين. تفكيك الأزمة بدأ برفض أن يكون هو والسترات الصفراء وجها لوجه، أدخل طرف ثالث. هذا الطرف الثالث هو أيضا طرف حكومي، شوف الالتفاف على السترات الصفراء أنه طرف حكومي، العمدة وما العمدة وهم يظلون تحت النظام الحكومي الفرنسي، فأدخل طرف ثالث، صار هناك مثلث للأزمة بدل هو في مواجهتهم فيكسرونها أو يكسرهم. الأمر الآخر هو توسيع المطالب، كانت قضية وقود، كانت قضية امرأة طلعت على يوتيوب وتشتكي من الوقود، توسعت الأمور، صارت المعيشية، صارت الآن هناك حديث عن الديمقراطية، حديث عن البيئة أيضا وحتى الإنترنت، فوسع المطالب. أنا جاي في قضية الإنترنت، التوسيع أيضا شمل المواطنين الفرنسيين، فنقلها، يريد نقلها من الشارع إلى الإنترنت، فصار عن طريق أسئلة وأجيب على هذه الأسئلة عن طريق الإنترنت حتى يفرغ الشوارع من المتظاهرين. فأنا أعتقد أن ماكرون طبعا بمستشارين أذكياء استطاع الآن أن يفكك الأزمة، وهو في مرحلة امتصاص الصدمات من هذه الجهات التي أدخلها، وبالتالي أنت متفائل يعني بانتهاء الأزمة؟ أنا أعتقد الأزمة. أعتقد أنها لم تعد بنفس الحدة التي بدأت بها. الثاني أسبوع أو ثالث أسبوع كان على وشك السقوط، كان متناقض، كان يلقي خطاب يهاجم ثم يسترجع، كان نزل إلى الشارع يترجاهم، فأنا أعتقد أنه في حال أفضل جدا.